من الأحداث الفنية اللي عم نشوفها بالفترات الأخيرة، وعاد معنا الزميل عمر حديدة، ورح ينضم معنا مثل كل أسبوع مثل اليوم نهار خميس تتعرفوا آخر الانتقادات اللي أكيد عم بيقلنا إياها من خلال الأعمال الجديدة اللي عم نشوفها أو أي تعليق على أي نجم. عمر حديدة لألك. أهلا وسهلا فيكم بكاتشاب معي عمر حديدي. أول خبر معنا رح يكون عن وائل كفوري اللي رح يكون برمضان 2021. قرر وائل كفوري أن يسجل تتر مسلسل داون تاون، وأخيرا وائل كفوري قرر يفك الحجر عن صوته. والله اشتقنا يا زلمة. أصالة بتقدم 3 أو 4 تترات برمضان 2021. معقول أصالة تكون متعاقدة هاي السنة مع رمضان؟ لا مش معقول، إنه ما فيش غير أصالة بالساحة تقدم تترات، يعني تتر واحد بكفي خلص ويأخذ حقه، أكثر من هيك ما رح يأخذوا حقهم. يا أخواني يا مشاهدين الكرام، امبارح اكتشفت إنه في تنتين مشهورات، بنتين، واحدة اسمها نور ستارز والتانية اسمها ناريني بيوتي، مشهورين على اليوتيوب يعني يوتيوبرز، طالعين على السوشيال ميديا اتهموا بعض اتهامات ويحكوا إنه أنت كذابة وأنت أخذتي وأنت سرقتي أفكاري وعدد من المواضيع، والناس نازلين يتداولوا أخبارهم عبر السوشيال ميديا. مين هدول اصلا؟ انا ما بعرفهم، وليش عم يتم تداول اخبارهم؟ مين هدول يا اخوان؟ ما تعطوا حجم للي اصلا ما لهم حجم وقيمه للي ما لهم قيمه. خلينا نركز على المواهب الحقيقيه والناس اللي لهم قيمه حقيقيه. رزان مغربي وخبر اصدارها لاغنيتين بعد رمضان. اهلا وسهلا رزان، الساحه مشتاقه لصوتك لفنك يا ديفا يا مبدعه، خليكي بتقديم البرامج وبالتمثيل واترك الغناء لأهل الغناء، ما انت قدمت له حبي ده وألبوم واحد بيكفي، أكثر من هيك الساحة مش محتاجة، خليكي بالتمثيل والغناء. وهيك بكون وصلنا لنهاية كاتش أب، بلاقيكم الأسبوع الجاي بفقرة جديدة. شكرا للزميل عمر حديدي، وكل اسبوع رح يكون في عنا المزيد من الانتقادات. هلا بتعرفي هيدر بالنهايه راي عمر، يعني في اللي بده يحب يقول وجهه نظره كمان من كان من الاعلاميين او اصحاب يعني المواضيع اللي عم بيحكي عنها عمر حديدي، بيقدروا كمان يعطوا وجهه نظرهم عبر برنامجنا.